نبدا اذا بهذا المثال. في عندي هون engineering project. engineering project انت مدير للمشروع، بهمك تعرف ايش الريسك تبع هذا المشروع. بهمنا دائما اي مشروع بنحب نحدد الريسكس اللي موجوده فيه، وكمدير ناجح للمشروع ايش مفروض انك تعمل باستمرار؟ دائما تراقب الريسكس اللي موجوده، تحاول تعمل اليمينيشن قدر الامكان للريسك، تتنبا ايش الريسكس اللي ممكن تصير وتخفف منها. مزبوط، مش هذا المدير الناجح للمشروع. اذا هذا الانجينيرنج بروجكت. هلا طبعا في ريسكس كثيره، شو في ريسكس للمشروع؟ لاي مشروع ايش في اشياء ممكن تسبب ريسك لهذا المشروع؟ ايش يعني ريسك؟ خطر. شو خطر؟ انه خطر انه ايش يصير؟ ماشي، يخسر ماليا اوكي، بس الاهم كمان ايش؟ اهم كمان بمشروع يخسر روح من العمال او يندب عامل. ايش يعمل؟ يندب عامل، يروح عامل. ماشي اوكي، ماشي اوكي، هذا احد الريسك. اوكي، الريسك الاكبر للمشروع شو هو؟ ما ينجحش. كيف يعني؟ ايش يصير؟ ايش ممكن يصير؟ بدل ما يربح بهذا المشروع يخسر. الخساره حكيناها. ايش الفيلير؟ ايش ممكن يصير في المشروع؟ ايش اهم شيء في المشروع لازم؟ مصاري. حكينا عن الريسك، انتم بس عم تفكروا بس بالمصاري. ما يطلع برودكت يعني؟ الكواليتي، ماشي اوكي كويس، الكواليتي تكون غلط، يعني ما يكونش مطابق للمواصفات، اذا خلينا نحط كواليتي. فاينانشال لوس. في شيء ثاني مهم جدا. النادر. الزمن. اعمل ديليفري على الزمن ولا يكون ليت، مش هيك التايم. وهي كواليتي، حكينا كواليتي وتايم وفاينانشال لوس، تقريبا هدول هم ريسكس. هلا في ريسك مثلا حكيت عن السيفتي ريسك، مش هيك؟ لانه ممكن هذا العامل يتصاب، يعمل مشكله كبيره، مش هيك؟ يتسكر المشروع او تيجي مثلا الدوائر الحكوميه ويسكروا هذا المشروع، في خطر، في سيفتي، مش هيك عندنا؟ اذا كل هاي عوامل ريسك لمشروع، ممكن تاثر على المشروع وتاخره، مزبوط؟ هلا احنا اجينا هون قلنا العوامل اللي ممكن تؤدي للريسك في هذا المثال هي الفاندنج. بروجكت فاندنج، يعني اذا ما عندي فاندنج كفايه مش راح يوقف المشروع. يعني اذا البنك قال انا ما راح اطلع البيمنت هاي لانه انا هذا حاسس انه المشروع فاشل، راح اعطيكم، اعطيتكم انا اول بيمنت اول دفعه، بس ثاني دفعه ما راح اطلعها لانه في مشكله. اذا في عندنا مشكله في البروجكت فاندنج، اوكي؟ اذا هذا احد الفيربز راح ناخذها بعين الاعتبار. ايش كمان عندنا؟ الشغله الثانيه راح ناخذها هون بهذا الاعتبار اللي هو البروجكت ستافينج. طبعا احنا هون اخذنا البروجكت ستافينج عامه، لو احنا بدنا نكون اذكياء اكثر ممكن اقسم ستافينج لانواع، ممكن اقول تكنيكال ستاف مثلا، اذا عندي تكنيكال ستاف المهندسين المشرفين او اللي بيصمموا، او اذا عندي ستافينج العمال اللي عمالهم بيركبوا مثلا هذا، او مثلا ماشينري، ممكن يكون عندي الماشينري مش متوفره، او ممكن تكون البلاننج. البلاننج من اخطر الاشياء للمشروع. ايش يعني بلاننج؟ يعني ما اخذت انا بلاننج بيرميشن، قدمت للهاي ورفض، رفض المشروع، يعني من الريجيليشن الحكومه قالت هذا ممنوع المشروع انه يمشي. ففي عندنا اشياء اخرى احنا ما راح ناخذها في هذا المثال، بس انا بحطها كامثله. بلاننج بيرميشن، ما صارش موافقه على المشروع، تاخرت الموافقه مثلا او المراحل المختلفه ما صارش عليها موافقه، واشياء اخرى ممكن تصير هون. احنا راح نركز هلا على هذول الاثنين. هلا في عندنا ناس خبيرين في المشاريع، ممكن انا اساله اقول له لو كان الستافينج عالي او كان الستافينج مناسب او غير مناسب او الفندنج مناسب او غير مناسب، شو احتمالات الريسك في هذا المشروع؟ ففي رولز معينه راح احط لي اياها، بس احنا بشكل عام هلا راح نبدا بهدول بروجكت فندنج وبروجكت ستافينج. طيب الاوتبوت شو بهمني؟ الاوتبوت اللي بيطلع معي من هون بروجكت ريسك، راح نعبر عنه الان برقم من 0 ل 100، قديش الريسك؟ طبعا احنا بدنا نحاول نعمل مينيمايزيشن للريسك، فبدنا نشوف باي لحظه من اللحظات حسب قديش الفندنج اللي موجود اللي متوفر للمشروع والستافنج اللي موجود للمشروع ايش راح يكون عندي الريسك. راح ادخل بكريست فاليو هون، مزبوط؟ ايش راح يكون البروجكت فندنج؟ مبلغ، مش هيك؟ راح اقول هذا المشروع مثلا بده هو 100,000 مثلا، اللي متوفر عندي مثلا هلا 60,000، هل ال 60,000 مناسبه او مش مناسبه؟ 60,000، 80,000، 20,000. البروجكت ستافنج احنا راح احط اليونيفرس اوف ديسكورس هون راح يكون من 0 ل 100 شخص. طبعا هون هو غلط اني اعتبر هون، لازم مهم جدا اميز بين انواع الستاف، بس انا حاططهم هون كرقم، حاطه من 0 ل 100، اوكي؟ والريسك راح يكون عندي اليونيفرس اوف ديسكورس تبعه من 0 ل 100%، طبعا 100% يعني ريسك عالي، 0% فيش ريسك، 50%، وفي طبعا ريسك مقبول وفي ريسك غير مقبول، يعني يمكن ما فيش مشروع راح يمشي الا يكون في 20 30% ريسك منهم. هلا هدفنا من هون انه احنا نيجي على هذا نعرف الممبر شيب سيتس لكل هدول، راح نحط الرولز، في عندنا 3 رولز راح نستعملهم. زي ما حكيت لو انه هذا
مشروع معقد اكثر من هيك راح يدخل فيه اكثر من اوتبوت، راح يكون عندي كواليتي اوتبوت. يعني مثلا ممكن يكون اذا عندي lack of technical staff ياثر اكثر على الكواليتي، يعني يطلع المشروع مش مطابق للمواصفات. انا عامل الغرف عدد الغرف والهاي، بس مثلا في مطلوب مني شيء معين بتبريد العماره، المفروض تكون التبريد تبعها او الاتش باك تبعها يشتغل، لانه ما عنديش مهندس كويس مؤهل ميكانيكي مثلا، طلع في مشكله عندي في الكواليتي مطابق المواصفات. الزمن التايم مثلا، اذا انا ما عنديش مثلا، اذا في عندي مشكله اساسيه بالبلانينج بيرميشن وضلت تتاخر الموافقه الرسميه، في خطر كبير على اني اسلم بالوقت او اخلص المشروع هذا بالوقت. اوكي، كل الاشياء هاي تدخل بعين الاعتبار، لكن احنا هون هلا راح نحصرها بس بواحد اثنين كانبوت وهذا الاوت. راح امحي الان هذول، راح امحي هذول انهم هم مهمين، بس احنا في مشروعنا هذا او في اللي راح ناخذه هون راح نركز بس على هذول. هلا نتذكر الستبس، ايش الستبس اللي بنعملها؟ الاربع ستبس اللي بنمشي فيهم حتى نطلع الاوتبوت. اول شيء راح ابدا اعمل فازيفيكيشن، ستيب الاولى راح نعمل فازيفيكيشن، اذا ستيبس راح اعمل فازيفيكيشن، يعني راح يكون عندي كريسب فاليو. كريسب فاليو لمين؟ بالحاله هاي لمين راح يكون الكريسب فاليو؟ للانبوتس اللي هم البروجكت فاندنج والبروجكت ستافينج. راح اعملهم فازيفيكيشن، حتى اعملهم فازيفيكيشن ايش لازم يكون في عندي؟ ممبرشيب سيتس، لازم يكون في عندي ممبرشيب سيتس. الشباب اللي ورا اذا سمحتوا، اذا في شيء اسالني الله يرضى عليك، اذا سمحت. فازيفيكيشن، لازم يكون عندي ممبرشيب سيتس حتى احول، مش هيك؟ شفتوا التولمان؟ مش هاي ممبرشيب سيت؟ بتخليني احول من كريسب الى فازي. الثانيه راح اعمل، هلا عملنا فازيفيكيشن، راح اعمل ابلكيشن للرولز. الخطوة الثالثة، لأنه عندي أكثر من رول راح يطلع معي أكثر من أوتبوت، هذول بدي أجمعهم الأوتبوت لأنه كلهم راح يأثروا على البروجكت ليست. إذا هذه راح نعمل شيء اسمه أجريجيشن. وآخر شيء لما عملنا أجريجيشن راح نعمل ديفازيفيكيشن، راح يطلع معي هون من الأجريجيشن ممبر شيب تبع الأوتبوت ب فازي سيتس مختلفة، ومنها راح أعمل دي فازيفيكيشن. راح يطلع معي كريسب فاليو، يعني راح يطلع معي فاليو للريسك مقداره مثلا 30% 40% 50%. اذا هذول هم الستبس الاربعه اللي راح نتبعهم حتى نطلع نعمل فارنج لهذول الرولز ونطلعها.